خلينا كالمعتاد نبدأ بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع امبارح عدد من ملفات وزارة السياحة، وأكد أهمية مواصلة تكثيف العمل في المرحلة الحالية لتنشيط قطاع السياحة وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خصوصا أن في تسهيلات وتيسيرات كتير في المجال ده. يعني استكمالا كمان لملف السياحة، عقد أيضا الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع استعرض فيه إجراءات استغلال المنطقة الاستثمارية في مطار مدينة شرم الشيخ. الدكتور مدبولي أشار إلى أن الجهود اللي بتبذلها الحكومة لدعم قطاع الطيران المدني وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة لضخ استثمارات في هذا القطاع هي بيئة جاذبة وواعدة على المدى الطويل. خلينا نشوف ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير. أخبار كتيرة حصلت امبارح، أبرزها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم 43، وأكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي وصندوق تطوير التعليم في مختلف الملفات، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم. وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم 42 ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2022-2023 واعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2024-2025. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما يلقى ملف تصدير العمالة الفنية المدربة من اهتمام، وذلك بالنظر لحجم الطلبات الواردة من العديد من الدول خاصة الأوروبية منها، وهو ما يتطلب التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج تلبية لهذه الطلبات وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات مواكبة للتطورات العالمية. وأكد أيضاً رئيس الوزراء أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في شأن إعداد عمالة فنية مدربة، وضرورة أن يكون هناك إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف، لافتاً إلى أهمية تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة، والتي من شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عدد من ملفات عمل وزارة السياحة، وأشار إلى أهمية مواصلة تكثيف العمل في المرحلة الحالية لتنشيط قطاع السياحة استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية عديدة، وده بتكثيف العمل في المشروعات السياحية وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في ظل توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، مع مواصلة الجهود للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصري بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية في هذا الشأن. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض إجراءات استغلال المنطقة الاستثمارية بمطار مدينة شرم الشيخ، وأشار مدبولي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم قطاع الطيران المدني وفقاً لتوجهات الدولة المصرية في هذا الإطار بشأن زيادة الاستثمارات في ذلك القطاع الحيوي واستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة على مستوى جميع قطاعات الطيران المدني، وده بما يسهم في توفير بيئة اقتصادية جاذبة لضخ استثمارات به. بالنسبة لأخبار المحافظات، في مطروح انطلقت امتحانات محو الأمية لكبار السن في الضبعة والعلمين، أما في كفر الشيخ فقد تم تحصين 61 ألف طائر ضد كافة الأمراض المعدية. كمان امبارح في الأقصر تم تحليق 30 رحلة بالون طائر على متنها أكثر من 800 سائح. وفي القليوبية جامعة بنها بتعمل على خطة للتوسعات الإنشائية لاستيعاب 120 ألف طالب. تفاصيل وأخبار أكثر عن المحافظات خلينا نعرفها في سياق التقرير اللي جاي.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في بورسعيد أعلنت المحافظة عن بدء أعمال وضع طبقة الأسفلت الأولى لشارع الحراسات ضمن خطة المحافظة لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة، وده تماشياً مع خطة التطوير الموسعة اللي بتشهدها المحافظة بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. في مطروح أعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار عن تنظيم امتحانات محو الأمية لكبار السن في مركز مدينة الضبعة، وده من خلال عمل استكتاب لهم لقياس مستوى مهاراتهم في القراءة والكتابة تحت شعار مبادرة مطروح بلا أمية اللي تم إطلاقها في جميع مراكز ومدن المحافظة. في كفر الشيخ أكدت مديرية الطب البيطري أنه تم تحصين 61,171 طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية بقرى ومراكز الإقليم حفاظاً على الثروة الداجنة وحمايتها من الأمراض المعدية اللي بتؤثر على زيادة أعدادها، وتم القيام بأعمال التقصي النشط والترصد لفيروس إنفلونزا الطيور وذلك في مسار الطيور المهاجرة. في أسيوط أعلنت مديرية الشباب والرياضة عن استلام 7 مراكز شباب بعد الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد بمركزي البداري والفتح، وشملت الأعمال تطوير المبنى الإداري وجميع المرافق والخدمات وأيضاً ملعب النجيل الصناعي والأسوار. في الأقصر حلقت من أرض مطار رحلات البالون الطائر 30 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 800 سائح من حول العالم وسط أجواء مميزة من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي. في دمياط ذكرت مديرية الزراعة أنه تم الانتهاء من زراعة 13,100 فدان بطاطس في جميع أنحاء المحافظة، وده ضمن خطة التوسع في زراعة المحاصيل خاصة تلك اللي بيحتاجها المواطنون بصفة يومية، وبتتابع مديرية الزراعة المساحات المنزرعة وبتقوم بتكثيف الندوات الإرشادية والمتابعة الميدانية من أجل الحصول على أعلى إنتاجية. في الأليوبية أعلنت جامعة بنها إن المشروعات الإنشائية بداخلها تستهدف زيادة القدرة الاستيعابية بالجامعة، وبيبلغ عدد الطلاب بالجامعة 120,000 طالب ما بين طلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب مرحلة الدراسات العليا، وبالتالي تم إنشاء مجمع مدرجات بفرع الجامعة بالعبور بيضم 20 مدرج يستوعب كل واحد منهم 250 طالب.